صباح الخير او مساء الخير في الوقت حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. ان شاء الله نكون بنقدم لاطفالنا الحلوين كورس متكامل يخص تاسيسهم في القواعد باللغه الانجليزيه الجرامر. الكورس ده هيكون مفيد جدا لاي طفل بدايه من 6 سنوات لحد لما يوصل لسنه رابعه او لسنه 5. اللي يحب يتواصل معانا بعد ما يسمع الفيديو لأي سؤال يخصه في الحلقة ممكن يتواصل على الأرقام الموجودة على الشاشة. مستر مودي وفي تليفونين 1012 1015، أي حاجة أي رقم فيهم متاح، الواتس بتاعه، وإن شاء الله هنكون جاهزين للرد على كل أسئلتكم. بداية النهاردة هيبقى الدرس الأول، والدرس الأول هنناقش فيه كذا فكرة. أول فكرة هنناقشها هي فكرة الأرتيكلز الإيه والآن. يا ريت كل الأولاد يركزوا معانا جدا علشان من خلال الدرس ده هتعلم حاجات كتير قوي مفيدة. فالأرتيكلز إيه أو آن دول بيجوا before the noun قبل الاسم، ولازم الاسم المفرد يتحط له ارتكل ايه او ان. طيب ايه الاساس اللي انا بحط عليه ايه او ان؟ ده ان شاء الله هنكون بنعرفه دلوقتي. فلو بصينا كده على الايه هنلاقي جنبنا كده a bag, a book, a crayon, a pen, a chair. An apple, an egg, an octopus, an elephant, an igloo. طيب عايز دلوقتي أسأل نفسي سؤال، ليه الكلمات اللي في اللاين اللي فوق أخدت A وليه الكلمات اللي في اللاين اللي تحت أخدت an؟ طيب هي دي القاعدة بتاعتنا. فأول حاجة إني بستخدم A، A is the article that goes in front of nouns that start with a consonant. يبقى نخلي بالنا ان ال A بتيجي مع او قبل اي noun، اي اسم. الاسم ده على فكرة لازم يكون مفرد، والاسم المفرد ده لازم يكون بيبتدي بconsonant sound. وركز معايا قوي في فكرة ان الconsonant sound مش اي حرف وخلاص. طيب معنى ايه الكلام ده؟ معناه اني عندي كلمة باج، باج، ب ب بادئة بليتر بي، الساوند بتاعه ب، فبحط قبليها آ فأقول آ باج. ك سي سي ساوندز لايك ك ك كريون، آ كريون. pen a pen، يبقى لازم الساوند اللي بيطلع من بقي اركز فيه قوي. الفيرست ليتر ايه الساوند اللي بيطلع من بقي؟ الفيرست ليتر الساوند اللي بيطلع من بقي كونسونانت. طب ايه هم الكونسونانتس؟ هم كل الليترز، كل الليترز اللي في الانجليش بتعتبر كونسونانت ما عدا الفايف ليترز اللي انا هكتبهم اللي هم الاي والاي والاي والاو واليو. ال A وال E وال I وال O وال U دول اسمهم كده vowel letters أو الحروف المتحركة، أو ساعات بنسميها الحروف الشائية. يبقى أي letter غير ال five letters دول بيبقى اسمه consonant letter. تمام؟ يبقى عندي B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y and Z. دول كلهم ال consonant letters. طيب بالنسبة لآن، an is the article goes in front of nouns
واقول تاني ان الناون ده لازم يكون سينجولر يعني مفرد يعني واحد that start with a vowel، وهنا لازم اركز واقول برضو vowel sound، ولازم يكون ال vowel sound ده short sound. طب تعال نطلع برضو كده تاني لفوق، انا عندي letter A، what is the sound of letter A؟ E إيه. I E O O U A. لو الساوندز دي سمعتها في كلمة مفردة ودي بداية الكلمة أحط إيه، فأقول أه أه أبل، يبقى أن أبل، ما أقدرش أقول أ أبل، إيه إيه إيج، أن إيج، أوكتوبوس، أن أوكتوبوس، إيه إيه إليفانت، an elephant، إيه إيه إيجلو، an إيجلو. أوكي كده أعتقد بقيت النقطة دي واضحة جدا. طيب تعالى بقى نبص على الاكسرسايز الظريف ده ونحله سوا مع بعض. أنا هسكت كده قبل ما أقول إجابتي علشان أسمع إجابتك، وبعد كده نشوف نعمل تشيك على الإجابة بتاعتك طلعت صح ولا غلط. أول نقطة، أول كلمة عندي بادئة بليتر F وهي كلمة flag. flag الإف ده consonant، يبقى أحط له إيه؟ برافو، أحط له A فتبقى A flag. طب نمبر 2 airplane، airplane an airplane لأنها بادئة بليتر vowel. ear ear an ear برافو. clock ك clock clock a clock برافو. ice cube ice cube ice cube جميل an ice cube. الكلمة دي اسمها umbrella، umbrella، بدأ بليتر يو، an umbrella، برافو. island، island، an island. pizza، pizza، a pizza. orange، orange، an orange. بيبي، بيبي، برافو، بدأ بليتر بي، ليتر بي ده كونسونانت، A بيبي. كار، كار، برافو، A كار. كايت، كايت، A كايت، برافو عليكم كلكم، حلو خالص. يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين الـ A والـ N. الآن دايما بتيجي لما الوورد أو الكلمة بتاعتي بتبتدي بحرف فاول. إيه هم الفاولز؟ إحنا عرفناهم الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U. أما باقي الكلمات اللي بتبتدي بحرف كونسونانت اللي هو كل الليترز ما عدا الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U، دي أنا بحط لها قبليها الأرتيكل. طب هو ايه معنى ايه او ان؟ ايه او ان معناهم كده زي ما بقول اداة تعريف نكرة اسمها كده، زي ما بقول مثلا باب اللي هو زي اي باب يعني. ماشي، هناخد بعد كده كمان شوية ارتكل تانية اسمها ذا، فيبان اول فرق ما بين ده وده، لكن ضروري جدا لما الكلمة السينجولر اللي هي يعني معناها حاجة واحدة. يعني ايه كلمة سينجولر؟ يعني مثلا لما اقول فلاج، فلاج معناها علم واحد، كلوك معناها ساعة واحدة، بيبي معناها طفل واحد، فده لازم احط له قبليها ارتكل ايه او ان. طيب تعال نشوف بعد كده النقطة التانية. في الجزء ده هنبتدي
نسأل سؤال، لو عندنا حاجة وعايز أقول إيه الحاجة دي؟ وإزاي أجاوب على السؤال ده؟ طيب لو عندي حاجة وعايز أقول إيه الحاجة دي؟ والحاجة دي مفرد حاجة واحدة، فبكون السؤال بالشكل الظريف ده What، وبعد كده verb to be، يعني بقول what، verb to be هنا اللي هو am أو is أو are، هنا يكون is it. What is it يعني إيه دي؟ إيه الحاجة دي؟ What is it؟ إيه الحاجة اللي قصادك دي؟ أو إيه الحاجة اللي أنت ماسكها دي؟ أو ممكن المستر يكون بيسأل حد وماسك حاجة في إيديه يقول له إيه دي؟ فمحتاجك ترد عليها. طب أرد عليها إزاي بالإنجلش؟ هقول بكل بساطة It's a أو an كذا، الحاجة اللي في إيدي. فكون لازم واخد في بالي جدا الحاجة اللي أنا هتكلم عليها، هي بادئة بحرف consonant ولا بادئة بحرف vowel؟ فنركز جدا. فأقول مثلا What is it? It's a bag. It's a pen. It's a crayon. طيب تعال نشوف الاكسرسايز اللي عندنا. عندي هنا سؤال بيقول لي Look and write. أنا شايف هنا قلم جاف، فأقول What is it؟ هو بيسألني What is it؟ أرد وأقول إيه؟ أنا سامع إجابات، جميل. It's a pen. ساش أحط الفول ستوب عشان دي نهاية الجملة. It's a pen. كده أنا جاوبت على السؤال. طب ننزل على picture number two. طيب إيه ده؟ أنا شايف كده إن دي شنطة مدرسة، باج. طب السؤال بيقول إيه؟ What is it؟ طيب تعالى نقول It's. طب يا ترى أنا أحط A أو an؟ برافو، A، لأن كلمة باج بادئة ب letter B، وليتر B ده letter consonant، فتبقى It's a bag. طيب هنا بقى سايب لي السؤال وسايب لي الإجابة وبيقول لي اتعامل أنت. السؤال برافو، في ناس شطار جدا. What is it؟ ده السؤال، هي ايه اللي انا شايفه ده؟ ده قلم تلوين اهو، فاقول برافو It's a crayon. It's a crayon. لو انت في كلمات انا قلتها دلوقتي انت مش عارفها، ممكن تكتبها في ورقة كده وتحفظها، يعني مثلا كلمة crayon، bag، pen، island، كل الكلمات دي مهم جدا انك تكون عارفها. تعال نتنقل لجزئية كمان. بيقول لي هنا سؤال جميل جدا، تعال نحله سوا مع بعض عشان نشوف احنا جاوبنا بشكل صح ولا فهمنا الدرس ولا مش فهمنا. Look and write. طيب Look and write. What is it? It's a crayon. تعال نعمل التانية كده. Look at number two. What is this? ايه البيكتشر دي؟ دي clock. برافو. طيب يلا. السؤال هنا يبقى ايه؟ برافو. What is it? ايه ده؟ برافو. الانسر برافو. It's a clock. It's a clock. جميل. نمبر 3، رائع. What is it؟ question mark، لان ده سؤال. What is it؟ طب الانسر، رائع. انا سامع ولاد بيجاوبوا بسرعة جدا. It's a desk. طب ما حطيتش هنا ان ليه؟ خلاص بقى احنا عرفنا ان الديسك ده ديسك، دي ده حرف كونستانت يتحط قبليه ان. طيب نمبر 4، برافو. وات از ات؟
رائع. What is it؟ جميل الإجابة شطار. It's a bag. لسه قايلينها حالا. It's a bag. طب نمبر 5، نفكر كده كويس. جميل. Question: What is it? And the answer will be ايه؟ ها برافو. It's a book. Number 6. The question will be what is it؟ رائع، برافو عليكم يا أولاد. ها الانسر it's a chair. It's a chair. وخلي بالي ان السي اتش نقطة ش. chair. جميل. The last one number 7. What is it؟ ركز قوي بقى. لا لا ما ينفعش نقول، انا سامع ناس كده بتقول حاجة شوية مش صح. ايوه بالظبط. It's an apple. ليه it's an apple؟ انا letter كلمة apple بدأت عندي بليتر ده vowel، فحط لها ان مش هحط لها ان. جميل جدا. وبكده نكون خلصنا اول جزء من الكورس بتاعنا، كورس الجرامر بتاعنا. تابعونا علشان تشوفوا كل الدروس بتاعتنا. المستوى الاولاني ده 10 دروس خفيفة وظريفة كده، وتفرج عليها مش تاخد منك وقت، ممكن تتفرج عليها مرة واثنين وثلاثة. ولأي استفسار ارجع لأول فيديو هتلاقي أرقامنا، أو انزل تحت في الوصف هتلاقي الأرقام اللي تقدر تتواصل معانا بيها. باي باي، أشوفكم الحلقة الجاية.